إلى مسند الدارمي أو سنن الدارمي. باب القول بعد الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، أنبأنا أبو عقيل زهرة بن معبد عن ابن عمه عن عقبة بن عامر أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، فقال: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. من أرجى الأحاديث، هذا من أرجى الأحاديث ورب العزة رضي الله عنك معاذ، أحسن الله عليك وشكر الله لك حبيبي أيها الأصولي الرائع صاحب الغوص. قال عقبة: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: كان يعني وكان تجاهي جالسا، أتعجب من هذا؟ فقال: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب من هذا أو أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: هما ذاك بأبي أنت وأمي. فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره أو نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيهن شاء، يدخل من أيهن شاء. استند فيه رجال كثير: عبد الله بن زيد والمقري، وهو من الثقات الأثبات، وحيوة حيوة بن شريح، وهو من الثقات، هو أبو المقدام الكندي من العلماء الثقات الأثبات، تقيا نقيا زاهدا فقيا عابدا، وأبو عقيل زهر بن معبد مدني ثقة رواه البخاري وابن عمه، وعقبة وعقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. رحمة الله بالعباد واسعة. وانظر أنا أقول هذا من أرجى الأحاديث، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين خارج من ذنوبه كيوم يوم ولدته أمه، يعني يتوضأ وضوءا يعني وضوءا يسبغه ووضوءا كاملا غير منقوص بكل الأعضاء يصل إليه الماء، وضوءا على ما أمر الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيضا وضوءا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله، فإن توضأ فأحسن الوضوء وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين. ما قال لا يحدث فيما نفسه، شوف هنا تخفيف أكثر وأكثر، هذا تخفيف أكثر وأكثر، قال لا، ما قال يحدث فيما لا يحدث فيما نفسه، لا، قال: من صلى ركعتين خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي رواية: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. حمله العلماء على التقييد وأنه يقصد بذلك الصغائر، وحق حق لنا أن نقول المطلق يبقى على إطلاق، لأن ذكر الصغيرة جاء في سياق غير السياق، وهذا السياق فيه الرجاء، ولعل كل يائس عندما يسمع هذا الحديث العظيم يرتجي في ربه ارتجاعا عظيما أو رجاء عظيما بأنه إذا توضأ وصلى أن الله يغفر له ما قدم وما أخر من ذنوبه. قال: ثم صلى ركعتين رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يوم ولدته أمه يعني الصحيفة بيضاء نقية من السيئات وإن كان فيها الحسنات، من السيئات وإن كان فيها الحسنات. المعنى هنا وقد جاءت في رواية: ثم يقوم فيركع أو يصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، يعني استفاض منه الصدق وصار إخلاصا عظيما، يخلص ويخشع ويصدق ويركع ويرفع مخلصا صادقا خاشعا ذليلا لربه متمسكنا قابل الله جل في علاه عبادته. وفي رواية قال: يقبل عليهما بقلبه ووجهه، أي يخشع فيهما لله جل في علاه ويميل قلبه كلية لربه سبحانه جل في علاه. من قال ذلك قال: أو وجبت له الجنة.
العقبة فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا النتيجة أنه وجبت له الجنة لأنه لا معصية تكتب عليه ويرجع كما رضيته أمه، وأيضا يدخل عليه السرور بالإقبال بقلبه على ربه جل في علاه. فكأنه قال الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله، شكرا على هذه النعمة العظيمة صلى الله عليه وسلم. والرحمة الواسعة أنه بعمل يسير يغفر ذنبه كله دقة أجله. نعم، فهو قال بخن بخن ما أجود هذا، وهذا علمه، وهذا والله يؤكد لنا ما نتمناه بأنه في هذا الحديث الكلام على الصغيرة والكبيرة، راجعك يوم ولدته أمه في الصغيرة والكبيرة. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتعجب من هذا؟ من هذه؟ أي أن هناك ما هو أعجب من هذا وأعظم. قال عقبة: ما هي؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن تجيء، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ: هذا موضع الشاهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية فيدخل من أيهما شاء. والمناسبة هنا أنه يأتي بالشهادتين بعد الوضوء، لأن قضية الكون الكبرى والتوحيد، والوضوء طهارة حسية، والشهادة طهارة معنوية لطهارة القلب وتعميق الخير فيه، وهي قضية الكون الكبرى كما قلت. وفيه بيان فضل الوضوء أنه كفارة ذنوب الخطايا، وفيه فضل الله الواسع أنه بعمل يسير قد يحوز المرء الأجر الكبير، ولا هلك على الله إلا هالك. يعني كل من توضأ فأحسن الوضوء ثم ركع ركعتين فإن الله جعل في الأمة تقدم ذنبه ومتأخر، راجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه. وفيها بشارة الخير، وأن على المسلم أن يبشر أخاه أو يرزقهما ما يتعجب منه خيرا. فقال له: أعجبتك هذه؟ قبل أن تأتي فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بما هو أعجب من ذلك، ثم بين له هذا، وهو فيه التعاون على البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى. وإن كان مسألة العلماء يعني يتزاحمون، لكن كل من صدق قلبه ما تراه إلا مخلصا صادقا يمهد للعلماء الذين يعلمهم، إن كانوا أعلم منهم قدمهم، وإن كانوا أقل منهم يعني تناقش معهم عذرهم. وهكذا المؤمن الصادق العالم الرباني، لأن ما له إلا هدف واحد، ما له إلا هدف واحد، هو رفع راية الإسلام تكون خفاقة عليه، وأن الناس ينضوون تحتها. ليس له إلا هدف واحد تحقيق هذا الكون، ليس له إلا هدف واحد إلا أن ينشر الإسلام بين الأولين وبين مشاكل الأرض ومغربها وجميع أنحاء المعمورة. الفؤاد المستنبطة، الغيوب من علامات النبوة، الإخبار بالغيوب. قال: خرج كون ولدته أمه من ذنوبه. وفيه التعاون على البر والتقوى، وأنه أرشده لما هو خير أو هو أفضل مما سمع. وفيه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قضية الكون الكبرى هي التوحيد، سواء أنت وحتى الله بلسانك أو حتى الله بقلبك، كل ذلك مطلوب منك هو من أركان الإيمان أو أركان التوحيد. وهو لما طهر نفسه حسيا، أراد تطهير الجنان بتوحيد الرحمن، أراد تطهير الجنان بتوحيد الرحمن. الفوائد المستنبطة، فضل التعاون على البر والتقوى. لا أذن لك أستاذ نحلة، ضع هاتفك على الشاحن واجلس، ولا أذن لك في السير. الأعمال القلبية تسرع بالعبد إلى ربه جل في علاه أسرع من أي عمل آخر، فالمعول عليه هو الأعمال القلبية. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.